ديما مغرب ديما مغرب صاحبي يا تونس تينيزي تحيا تونس شكرا وان شاء الله حظ موفق للمنتخب المغربي باش نكملوا نشجعوا في باقي الدوره نتمنى الفوز ان شاء الله لاخواتنا المغاربه والسعوديه وان شاء الله ربي يوفقهم احنا حنشجع المغرب تو حنشجع السعوديه وان شاء الله المغرب تترجع للدور الثاني وان شاء الله لما لا ما تكونش من رابع كوب دي موند ان شاء الله تحيه المغرب ونتمنيه حظ بكره غدوه ان شاء الله جود لاك للمنتخب المغربي ان شاء الله يمر الدوري 16 ويشرفنا وكمان نفس الشيء ان شاء الله المنتخب السعودي اليوم ما نعرفش ما عنديش حتى فكره شو نتيجه المباراه الساعه 10 ان شاء الله حظ سعيد للمنتخبات العربيه شكرا وحظ سعيد للمغرب فيف موروكو السلام عليكم خويا ما يسالش احنا ما ترشحناش لعبنا وربحنا ما يسالش ما ترشحناش ان شاء الله المغرب غدوه ترشح مبروك على السنغال مبروك على اي كيب افريكان وبيان عرب تترشح وان شاء الله الناس الكل في لانكار دو فينال وان ويتيام وما يسالش ان شاء الله المره الجايه تفضل خويا ان شاء الله اخواتنا المغاربه غدا يشرفونا وان شاء الله هما يترشحوا وما يسالش حتى ما ترشحناش لعبنا مباراه ممتازه والحمد لله ربحنا اللي فايز بكاس العالم وفرحانين برشا شكرا وان شاء الله غدوه المغرب تترشح مره اخرى هذا مشرف للمنتخب التونسي احنا نحبوه ما نعرفوه مش فيزو كاس العالم حبيناهم يلعبوا بجرينتا ويربحوا ويعطيهم الصحه اليوم ربحوا الماتش والعقبه ان شاء الله للمغرب تترشح وتوصل حتى الدومي فينال علاش لا وبالتوفيق واحنا كنا وراء المغرب والسعوديه الليله وبالتوفيق للمنتخبات العربيه وشكرا كل مغرب ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله يترشحوا للدور الثاني للمنتخبات العربيه كل السعوديه اليوم زاده وكان اداء المنتخب المغربي مرفات مع بلجيكيا رائع وان شاء الله يقدموا مباراه ثانيه يعني هذه الاخيره في احسن مردود ويترشحوا للدور اللي بعده ان شاء الله مبروك للمغرب فرحنا لهم برشا المغرب مبروك عليهم وان شاء الله ياخذوا الكاس واي نوت خويا مبروك لتونس وبون شانس المغرب بكره وكلنا عرب ميرسي قطر نظام امور طيبه تحيه لامي خويا توحشتك برشا بنوي مربوحه ديما مغرب ان شاء الله مربوحه يا ربي غدو احنا ما تعديناش ان شاء الله مغاربه يتعداو ان شاء الله واللي زافريكان زاد ان شاء الله سامحني تحضري في مباراه المنتخب المغربي لا I have to go back home بس ان شاء الله مربوحه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي